عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستخسر عند ذلك ويدع الدعاء. صحيح مسلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الاستعجال؟